عطاء لا محدود وخدمة إنسانية متميزة في طريق النهج الحسيني، تتسابق فيها ملاكات قسم الشؤون الطبية التابع للعتبة العباسية المقدسة خلال زيارة الأربعين. وكل هذا التنظيم وهذه الأعداد من المسعفين لابد لهم من خطة تم إعدادها مسبقاً، فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل أكثر مع رئيس قسم الشؤون الطبية الدكتورة هيفاء التميمي. قسم الشؤون الطبية والتابع للعتبة العباسية المقدسة وبتوجيه من سماحة السيد المتولي الشرعي الدام عزه، ضمن الاستعدادات التي قمنا بها لهذا العام الملتقى الطبي الرابع السنوي لمدراء العامين في المحافظات العراقية ووزارة الصحة ومدير دائرة العمليات في وزارة الصحة، اجتماعات مع المنسقات المحافظات لتطوع الكوادر الطبية والصحية اللي هم خالصين من دوائر الصحة. عندنا مسعفين منتشرين يعني حول الحرم داخل الحرم في المنطقة القديمة ما يقارب 250 مسعف، طبعا هذول كلهم متطوعين من محافظات، ايضا احنا نستقدمهم للعمل اثناء الزيارة، يشوفون الحالة يعني اي حالة توقع يجيبوها رأسا للمفرزة الطبية او مراكز اخلاء يعني متحضرة قريبة منهم يودوهم. فرق طبية تضم أطباء وصيادلة وكادراً تمريضياً مجهزين بأحدث الأجهزة والمعدات لمعالجة وإسعاف الحالات الطارئة التي قد تحدث خلال أيام الزيارة. في كل مفرزة طبية مفتوحة وتؤدي خدمات بيها صالة طوارئ، الحمد لله كل الأمور وكل المرضى من المستطاع أنه إحنا يعني نعالجها ونجري اللازم. الإحصائية نمان للعام قاربت 5 ملايين، قاربت يعني 1,700,000 اللي إحنا شايفيه بالمفارز الطبية و1,000,000 وكسر اللي شايفيه بس بالصيدلية نمطي علاج يعني باي هاند. المحاور المنتشرة للمفارز الطبية: محور حلة كربلاء، محور النجف كربلاء، محور بغداد كربلاء، كل محور من المحاور تقوم به وتعمل به محافظة معينة من محافظات العراق. المفارز المنتشرة هنا بالإضافة إلى المفارز الرئيسية ما يقارب تقريباً 22 مفرزة طبية، نساء رجال لكل محافظة عندنا خلية أزمة نستدعيهم بأي لحظة يكون. الزوار الأجانب يعني من كل الجنسيات احنا لدينا تعامل خاص معهم بالتنسيق مع مترجمين أطباء اختصاص من يعني اللغة مثلا الفارسية الباكستانية الهندية الإنجليزية، عندنا أطباء عندنا مترجمين عندنا ممرضين نفس الجنسيات ونتعامل وياهم. إن كل هذه الخدمات الطبية التي تقدمها ملاكات قسم الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة هي من أجل سلامة الزائرين الوافدين إلى كربلاء في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فسلامة الزائرين من أولويات العتبة المقدسة.